اتي سميتم تاعكم مانيش نسوق مدام وانا مانيش نسوق لمحل تفتيش ولا هذا، لكن محل تفتيش قضايا تابعة الكامور، معناها انسان هو لسانه صليط شوي، انسان معناها عنده جرأة شوي، موش الوحيد نتصور اللي عنده جرأة بس يوصل صوت اهالي تطاوير، كان يعني الانسان معناها حرية الرأي يقع الايقاف نتاعها. انا نصور مناش وين عدد الديمقراطية اللي نحكوا عليها وين بي دونك اللي عملنا على خاطر ثورة الكل بي نصور هو الحل ما دام هم الوزارات المتداخلة اللي تنجم تطبق اتفاق الكامور نتصورها عجزت عن تطبيق اتفاق الكامور اذا ما يقول الحل الوحيد نتصور هو تعاطي لمي وتعاطي لمي صار 2017 وفقدنا السيد خنان والسكراتي وزاري اخوي عبد الله العواي نتصور ثم اعادة معنا نية اعادة نفس السيناريو لكن انتم مثلا رفضتوا الاضراب العام اللي نادى به اليوم الاتحاد تضامنا وطلبا بتطبيق الاتفاقيه اللي هو ممضي فيها الاتحاد العام التونسي للشغل. يعني بس نحكي لك كيفاش هي صارت شويه تجاذبات حتى في اعضاء تنسيقيه لان احنا ثمانيه اشخاص معناها من كل معتمديه واحد تجاذبات كيفاش صارت؟ الاتحاد الشغل هو السيد نور الدين الطبوبي كان ضامن وكان لاخر لحظه في طالب مع السيد ياسر الفخفاخ وعدنا اللي هو صمم مجلس وزاري في الايام القادمه معنا اليوم او غدا نتصور امام راعنا اللي معنا يوم السبت في الليل يصير مداهمه امنيه او معناها السيد نور الدين الطبوب معناها يوعدنا اللي صمم جلسه وزاريه لكن الجلسه الوزاريه نتصور ماهيش بتدخل الجلسه الوزاريه انا سبق الجلسه الوزاريه تدخل الامني وفض اعتصام عدنا غير معنا شوي معنا هيك معنا نقولوا لوم عليه لوم اللي هو كان ضامن معناه كان ضامن وكان هدى لان احنا عملنا يوم غضب امام المكتب الجهوي للتسجيل بتطوين وتوعد هو معناه قال رفع يوم الغضب هذا وقالوا مهلون الجمعه مهناه اسبوع وقال ان شاء الله بيصير مجلس اداري ما صارش من الامر وهذاك علاش احنا قعدنا بين الاخذ والرد هو الضرب كان في 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 تطاوين احنا اللي ضرب ما حدثناش ان الناس محلات تعدت عليها كورونا وناس اصحاب تجاره وكذا تعدت عليهم كورونا وتتصور انت الاضرار انا اللي حقتهم تصور الاضراب هذا يكون في المنشات البتروليه ما يكونش لهنا في وسط تطاوين انا تطاوين كامله متفاعله معنا تصور ناس معنا متفاعله ومتعصبه معنا تجي تعمل لهم اضراب معنا قعدنا بين الاخذ والرد بين المسانده والرفض سفيان بن حميده معك استاذ باهي توا الوضعيه البارح واليوم البلاد واقفه نحب نذكروا البلاد واقفه تطاوين واقفه انتوما شنو المطالب نتاعكم بالضبط اليوم وشنو الشيء خاصه اللي يخليكم توقفوا الاحتجاجات هي لان سي سفيان راهو التواجد الامني في تطاوين راهو كي نقول لك تواجد مأهول راهي معناه اعوان بالامن بالمئات متواجده في تطاوين والشيء هذا ما نتصورش اللي منطقه اللي في ولايه تطاوين معناها اللي التواجد الامني هذا الرنفور والتعزيز الهبط هذا علاش؟ ناس قاعده خايفه من اعتقالات هم مضرورين عندنا جرحى احنا في تطاوين من الغاز المسيل للدموع خايفين يمشي المستشفى يتم الايقاف نتاعهم وثم هالة هلع ناس يضربوا في الكرموزان صدقني في الكرموزان في وسط منازل الناس معناها عندنا ناس عجز عندنا ناس كبار عندنا اطفال صغار ثم ترويع ولا ونية القذف الكرموزان في الاشخاص موجه مو شكل الموجه في الارض للطفق معناه هو موجه للاشخاص معناه ناس ما فهمتش كيفاش التعاطي الامني هذا كيفاش معناه في 2020 معناه في دوله يتم التعامل وهذا حسب رايي اللي يلزم التاكيد والتنديد به على خاطر احنا قدامنا توا بيانة الداخليه التي توضح ملابسات احداث مدينه تطاويل تقول انه الامن استعمل الوسائل المتاحه قانونا في مثل الوضعيات اللي انتوما دفعتوا لها سي ضو مع احترام التناسب في رد الفعل وضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد الواضح من طرف هذه المجموعات وقد امكن تباعا لذلك القاء القبض على 10 اشخاص من محاولي الاعتداء على المقرات الامنيه وللاسف الشديد انه الحادثه هذه واللي صار ما بين قوات الامن والمواطنين مع العلم احنا رانا مانيش قاعدين نتعاطفوا مع اللاكريموجين ولا التعاطي الامني ندوا به مهما كان لكن ضيع اللب نتاع القضيه ضيع اللب نتاع الاتفاق هذايا هو ضيع انا قلت لك لانه متعمد الشيء قلت لك يا مدام عندنا 25 يوم مع تصميم رانا سلميين وقتاش تحرك الشباب وتتعاطف
كل تعاطف انا مع شكون؟ تعاطف مع ابنائها يا مدام، انا موجود كبار وصغار في مختلف شرائح، ما انا شرائح المجتمع الخدام البطال، احنا كنا مجموعه من الشباب عارفين نمثلوا فئه معينه، قودنا تنسيقيه عندنا اعضاء تنسيقيه قاعدين يسيروا في الحراك بكل سلميه في خطوات تصعيديه، الهدف منها هو تطبيق اتفاق الكامو. ما رانا اللي فرض يا مدام، البدايه كانت بفضل الاعتصام. واضح جدا. هبش نرجو معك بعد الفاصل، ما تعلقش فضلك ضو الغول المنسق العام لاعتصام الكامور وسفيان، نرجو نحكيه على الاتفاق النهائي اللي صار في 2017 اللي وقع الامضاء.